مشاهدينا للحديث عن الموضوع أكثر ينضم إلينا من الدمام الدكتور مروان جبر الوزة استشاري أمراض معدية في جامعة الدمام. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذن أهمية الحفاظ على نظافة الأيدي، وماذا عن ما يقال إن كثرة غسل الأيدي لها نتائج عكسية كونها تقلل من مناعة الإنسان، ما مدى صحة ذلك أيضا؟ صحاب الله مساءكم أولا. أهلا وسهلا. طبعا موضوع غسل الأيدي وحجر الزاوية في هذا الوقت العصيب صح التعبير، ما دمنا نتكلم عن زيادة إمكانية الإصابة بالإنتانات المختلفة وتزايدها، إلى جانب طبعا زيادة مقاومة الصابات والمشاكل الصحية التي تنجم عنهما. طبعا غسل الأيدي هو حجر الزاوية في الوقاية من كثير من الأمراض. نعم. الأمراض التنفسية والأمراض الأمعاء والإسهال بشكل خاص، في إلى جانب عدد كبير من الأمراض المعدية الأخرى. زيادة غسل الأيدي قد يؤدي عند بعض المصابين بالوسواس إلى نوع من أكزيما الأيدي، ولكنه لا يضعف المناعة بأي شكل. طيب، عن كم مرة نتحدث دكتور عن أهمية غسل الأيدي خلال اليوم؟ هل 3 مرات 4 مرات أم كل ما يشعر الإنسان أن أيديه اتسخت مثلا؟ حقيقة يعني القضية ليس قضية عدد، لكن قضية لزوم غسل الأيدي. مثلا يجب غسل الأيدي قبل وبعد تحضير الأغذية، يجب غسل الأيدي عند الذهاب إلى المرحاض، يجب غسل الأيدي بعد العناية بأي شخص أو أي طفل. تلوث الأيدي يستدعي غسيله. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا من الدمام الدكتور مروان جبر الوزة استشاري أمراض معدية في جامعة الدمام.